بهذا الجزء راح نشرح شلون تتعامل ويا non-ST-ACS non-ST segment elevation acute coronary syndrome، او بعبارة اخرى شلون تتعامل مع patient جايك بشيست pain وسويت له ECG وما طلع ST segment elevation. شوف أبو الاستيمي الفيلم مالته محروق، المسلسل مالته محترق، شلون واحد هذا يحرق لك حلقة؟ ليش؟ لأن أنت patient مجرد ما يجيك بchest pain وتسوي له ST segment elevation، عفواً يطلع ST segment elevation، الفيلم مالته احترق، هذا مباشرة ما تدوخ به، مباشرة PCI أو thrombolytics. فهمت الفكرة؟ أنا يبين علي من أصير مهتم بشغلة، هاي المحاضرة مهمة، انتبه وياي. استمي شغلته منتهية، أصلاً للتاني تروبونين، التروبونين يعتبر بروغنوستيك فاكتور، يعني تسوي له تروبونين حتى تعرف المورتاليتي ريسك. أوكي؟ فبالتالي الاستيمي سالفته محترقه، يا اما بي سي اي اذا اقل من 120 دقيقه، واذا اكثر ثرومبوليتكس. اوكي، لكن الفكره وين بالنون اس تي اي سي اس؟ اذا بيشنت جايك ايضا بسيفير تشست بين وبالاي سي جي لقيته نورمال او نون سبيسيفيك فايندينج، هنا انت التصرف الصحيح مالتك شلون راح يكون؟ طبعا هذا باحتمالين، يا اما انستيبل انجينا او نون استيمي. تمام، شلون راح تتعامل ويا هذا البيشنت؟ واني الي ريليتيف اللي هي بيبي ام امي، تمام، صار بها هذا الموقف وما تعاملوا وياها بالشكل الصح، ايش راح اسوي؟ بيشنت اجتك باكيوت تشست بين، اوكي، سيفير تشست بين، عندك سكور اسمها هارت سكور، هارت سكور موجودة على اليمن على الموبايل، اوكي، بهذا التطبيق، انتبه وياه، هذا التطبيق موجود على الموبايل. هاي السكورز مجرد ما تمليها ويطلع عندك عدد معين على اساسه راح تقرر. اوكي، زين، انتبه وياي، من تتكون هاي السكور؟ تتكون من هيستوري ومن اي سي جي ومن العمر والريسك فاكتور والتروبوني. بالهيستوري البيشنت هذا مو اجاك تشيست بين، تاخذ من عنده هيستوري، اذا طلع هاي ريسك بيشنت او هاي ريسك فيتشر ياخذ نقطتين، اذا طلع لو ريسك ياخذ زيرو، اذا بيناتهم ياخذ نقطه واحده. تطرح علي سؤال تقول لي من ذولا الهاي ريسك فيتشر؟ تعال وياي، اللي هم بالهيستوري قال لك يا انا عندي ميدل اور ليفت سايدد هيفي تشيست بين، تلقى وياه دايفوريسس اللي ذكرناه فوق، تعطي نايتريت ريليف السيمتوم باي سبلينجوال نايتريت، امحيها هاي لان ممكن توهمك ما بينها وبين الاوسفجيال سبازم، النوجيا والفوميتنج، الراديشن راديشن تو ذا ليفت ارم، اوكي، واكزيرشنال. بس قلنا اللو ريسك بيشنت اللي هم من هو اللو لوكلايزد واللوكلايزد شارب بين نون اكزيرشنال نون دايفوريسس، اذا طلع هاي ريسك بيشنت ياخذ شنو؟ نقطتين، اذا طلع زيرو اللو ريسك بيشنت ياخذ زيرو. بس هذا وكملنا؟ لا طبعا، انت ما راح تعتمد بس على الهستري، منو قال لك انت تعتمد على الهستري؟ ولذلك احنا قلنا ما نعتمد على اكثر شيء على الهستري، وعندك انت دايابيتك وومن والدر اللي قلنا ما نعتمد على حكيهم على السبجكتيف. اوكي، نجي للإلمنت الثاني، من هو الاي سي جي؟ حبيبي الاي سي جي تلقى نيو اسكيميك تشينج تاخذ نقطتين، اوكي، اذا نورمال ياخذ زيرو، نون سبيسيفيك ياخذ نقطه واحده. زين، مثل ما النيو اسكيميك تشينج، تعال وياي، اسكيميك اس تي سيجمنت ديبريشن ونيو اسكيميك تي ويف اللي هن بالنون اس تي اي سي اس،
والنون سبيسيفيك تشينجز اللي هن موجودات اصلا بالاي سي جي ممكن سابقا اللي راح تاخذوهم بالاي سي جي. مثلا تلقى ريبولاريزيشن اب نورماليتي، بندل برانش بلوك، دايجوكسين افكت، ال في اتش. اوكي هنا اذا لقيت نيو اسكيميك تشينج يعني جديده تاخذ نقطتين، نون سبيسيفيك تشينج تاخذ نقطه، ماكو نورمال تاخذ زيرو. العمر اذا اكثر من 65 سنه ياخذ نقطتين، اقل من 45 ياخذ زيرو، ما بيناتهم ياخذ نقطه واحده. اوكي لهنا وما خلصنا، هذن 3 اليمنتس. نجي المن للاليمنت الرابع الريسك فاكتور، بيشنت ريسكي. شنو معنى بيشنت ريسكي؟ معناها عنده اوبيزيتي، كرنت اور ريسنت سموكر، دايابيتيك، فاميلي هيستوري اوف كورونري ارتري ديزيز، عنده هايبر تنشن، عنده هايبر كوليستريليميا. وطبعا انا اقول لك اي بيشنت يجيك كبير بالعمر عنده ذن الثلاث شغلات، الا يا رب نادر يجيك رياضي، فهنا انت حي على الصلاه اخذت نقطه. نجي للتروبونين، تمام، اللي هو مخليه اخر واحد، تفهمني شلون؟ اذا اكثر من 0.2 نانو ملي جرام ياخذ 2، واذا بينات ياخذ نورمال، واذا نورمال ياخذ 0. انت تطبق ذن الثلاثه اليمنت، لازم ايش قد؟ 1 2 3 4 5 شغلات موجوده بالسكور، من كل وحده راح تطلع نقاط، تجمعهن يطلع لك رقم. الرقم هذا اذا كان من 0 الى 3 فهذا لو ريسك بيشنت، مجرد تطلع قبل من المستشفى. اوكي وتدور على سبب ثاني مسوي له تشست بين، هذا غالبا مو اسكيميك تشست بين، سبب ثاني. اذا من 0 الى 3، لكن اذا كان من 7 الى 10 او حتى 6، يعني جمع عندك 6 الى 10 نقاط، اذا هذا البيشنت هاي ريسك، يعني ما يطلع من المستشفى. اوكي فبالتالي لازم ادمت تو ذا ان بيشنت وتخابر الكارديولوجيست، ممكن يسوي له شنو؟ بي سي اي، برايمري بي سي اي، ايرلي ريفاسكولاريزيشن، لان احنا قلنا البي سي اي مو فقط وين؟ بالستيمي. اذا بيناتهم من 4 الى 6 الافضل لك ايضا تحجزه بالمستشفى. السيناريو اللي صار ويا بيبي وللاسف يعني دخلها بهارت فيلر، من يعني هارت سكور اصلا ما عندهم بالمستشفى، يعني انت مقيم دوري المفروض عندك الهارت سكور، المفروض يكون هذا الحكي فاميليار لك، بس ما اعرف ليش ما يعرفوه. بيبي عمرها 65 سنه، حي على الصلاه تاخذ نقطتين. زين نجي للريسك فاكتور، ضغط وسكر ما شاء الله، وعدها اصلا هي بريست كانسر ومسوي ماستكتومي قبل 10 سنوات، نقطتين هاي لعيون الشعب. الهيستوري مالتها اسمع، جايه بيمن بدايفوريسس ونوجيو فوميتنج وفيرتايجو، وحست نفسها تريد تموت. اوكي هنا يعني شنو سايلنت تشست بين، تاخذ ايش قد؟ عم اقول نقطه. ايش قد صار عندك؟ نقطتين بنقطتين، 4 بنقطه، 5، حي على الصلاه. زين سوالها اي سي جي، او اصلا الاي سي جي اول ما دخلت للمستشفى والله العظيم دخلت في تي فينتريكولر تاكيكارديا. زين واجوا وكانت هايبوتنسيف بيشنت، واجوا يردون هذا يطوها دي سي، لكن رجع الساينس مره ثانيه. اوكي سوالها تروبونين طلعت نورمال، تدرون ايش سووا؟ طلعوها، والله طلعوها. زين وظلت يومين بالبيت ما حد بحالها، قالوا لها المقيم، قالها طلعي ما عندك شيء، الا صار عندها بالمونري اوديما واختنقت، ودوها للمستشفى، طلعت هي شنو؟ نون ستيمي. زين يعني شلون تورطوا وخلوا لكم اي سي جي وخلوا لكم تروبونين يعني واذا نورمال؟
الخاطر محمد يعني هاي خطيه هسه هي بالسرير وهارت فيلر ويوميه اوديميتس. فهاي تعتبر هاي ريسك بيشنت 5 الى 10 هاي ريسك بيشنت اخليها بالمستشفى اخابر كارديولوجيست. فهمت الفكره؟ فبليز رجاء ابوس ايدك ابوس ايدك هاي المحاضره من تشوفها انت اي واحد تشوفها دز له هاي المحاضره رجاء ابوس ايدك. زين فهاي بالنسبه للهارت سكور. فيو ماست ادميت ذا بيشنت اذا كان هاي ريسك. اذا كان لو ريسك لا شوف له سبب ثاني وهاي طبعا بحالات نادره لو ريسك اذا يجيك يونغ وغيره. زين هنا عندك تيمي سكور. اكو سكور ثانيه تحسب شنو هاي التيمي سكور هم بيها كرايتيريا يتكون من الايج من التروبونين والاي سي جي والريسك فاكتور نفس الوضعيه. هاي وظيفتها انها ايضا تحسب كرايتيريا اذا كانت هاي ريسك تودي البيشنت على اليمن على بي سي اي ابو من ابو الانستيبل انجينا والنون ستيمي. اوكي هاي هم موجوده بالموبايل. وجريس سكور اللي هي تحسب المورتاليتي بالاي سي اس ايضا من ضمنها تطبق ثلاثه سيمالتيني اصلي ذني موجودات عندك بالموبايل على هذا التطبيق اللي هو ام دي كالكوليتر. ملخص الكلام تعالوا على الحكي اللي اريد اقوله. ابو الاستيمي خلصنا منه وقلنا فيلمه محروق يروح بي سي اي وفايبرينوليتكس. لكن ابو النون استيمي اللي هو نون ستيمول انستابل انجينا بي ايضا اوديه للبي سي اي اذا كان فيري هاي ريسك بيشنت لازم ارجنت ريفاسكولاريزيشن اقل من ساعتين. من هم هذول؟ غالبا بي بي تي المفروض يسولها ايرلي ريفاسكولاريزيشن لان الهارت سكور مالتها مقبطه والتيم سكور وايضا هي هيمودايناميكلي انستابل اجتهم بهايبوتنشن واجتهم بفي تي. اوكي لايف ثريتنينج اريثميا اللي هي الفي تي ريفراكتوري اسكيميك بين وحده داخله باكيوت هارت فيلر وهي عتها نون ستيمي وانستابل انجينا. ميكانيكال كومبليكيشن مثل الميترال ريجيرج. اوكي هذا لازم اسوي له بي سي اي ما اتاني عليه. شنو الله خلق البي سي اي بس للاستيمي؟ افهموا هذا الكونسبت. فهمت الفكره؟ واكو شيء اسمه ستيمي اكويفالنت اي سي جي فايندينج. شنو هذا الطرقعه الثانيه؟ حبيبي هذا ستيمي بس مو ستيمي. يعني شنو؟ يعني هذا الكورونري ارتري مسدود 100% لكن تجي للاي سي جي ما تلقى اس تي سيجمنت اليفيشن، تلقى شغلات ثانيه مثل من مثل دي وينتر سيندروم وفيلن سيندروم. هذا ايضا يعامل معامله منه الاستيمي فبالتالي بي سي اي. فلازم نعرف ان هذن الاستيمي اكويفالنت اي سي جي فايندينج الهن محاضره واحد بالنهايه وايضا راح اتطرق الهن وين بالاي سي جي. اوكي اذا تريد تعرفن هسه بحث عنهم بس لازم موحدهم. ايضا جماعه انه الجريس سكور مالتهم 140 هذول لازم اقل من 24 ساعه. دايناميك اس تي و تي ويف تشينجز. اوكي دايناميك تروبوني تشينج دول فيري هاي ريسك وذول الانترميديت واللو ما لي دخل. بس انت شغلك امرجنسي المفروض ذول تحفظهم على قلبك. اوكي شباب فهاي بالنسبه لمن شلون اتعامل مع النون اس تي كو اكيوت كورونري سندروم استقبله واحسب له الهارت سكور واسوي له ريسك ستراتيفيكيشن واشوف من الهاي ريسك واللو ريسك تمام وبعدها احسب له التيمي سكور واكونسيدر ببالي منه اذا هو هيمودايناميكلي انستابل اذا عنده لايف ثريتنينج اريثميا اذا عنده اكيوت هارت فيلر هذا لازم مباشره بي سي اي. زين وادعوا البيبي بالشفاء العاجل. شكرا جزيلا.